السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجزئ أن تؤدي الأم أو أن تذبح الأم العقيقة عن ابنها؟ نعم، لا بس إذا ذبحت الأم العقيقة عن ابنها حصلت السنة، ولكن الأولى أن هذا من حق الابن أو الولد على الأب، هذا هو الأولى، إذا قام به غيره فلا بس. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح،